يلا خذوها من يلا يلا يا جماعة. ايوه محمد فجأة نجاوم بأن الاحتلال الإسرائيلي أرسل لنا كونتينر يحتوي على 89 جثة. هذه الجثث هي مجموع من الجثث التي تم جمعها، جزء منها في منطقة جبالي وجزء منها جمع في منطقة السيلة وجزء مناطق مختلفة من غزة. فوجئنا بأن هذه الجثمين كانت عبارة عن محلل بدرجات مختلفة، جزء منها محلل بالدرجة الرابعة وهي الدرجة الأخيرة كهياكل عظمية. ما قبل سحبهم أو ما قبل انتشالهم الاحتلال الإسرائيلي ونبش القبور، هؤلاء كانوا معلومين موجودين في مقابر رسمية ولهم سجلات وأرقام. رموهم اليهود إلنا هيك ومش عارفين منهم بقى. خذ طلع هاي أخريتهم، مش حرام عصر لما هو نعلى الوكيل. أنت فقدت حد يا حجة؟ ابني. وين؟ روح غزة في 9/1 من أيامها مش مبين. يعني وأنت جاية هن بناءً على إنه ممكن تلاقي جثة بين الجثث هذه؟ آه طبعاً، لأنه فيش في السجون، راحوا كل المؤسسات، الضمير والكوفيد والمش عارفة، كلهم قالوا لنا ما لهم شيء السجون.